مرة أخرى تكشف الأمطار الواقع الخدمي المتردي في المحافظات العراقية، لا سيما في المناطق المحررة، ما أثار استياء العراقيين في كل مكان. ففي محافظة الأنبار غرقت شوارع المحافظة وأحياؤها وأقضيتها ونواحيها بمياه الأمطار، ما دعا الأهالي لمطالبة مجلس المحافظة بوضع حلول جذرية لمعاناتهم المتفاقمة، فيما يرى مجلس المحافظة بأن المشاريع الخدمية تسير بوتيرة لا بأس بها، وأنهم بمدة قصيرة استطاعوا إعادة أكثر المشاريع الخدمية بالمحافظة. بالنسبة للمشاريع الخدمية محافظة الأنبار احنا نشوفها يعني ماشية والحمد لله، وبعد ما ان العوائل رجعت بعد التهجيرة، يعني احنا اللي نعرفه محافظة الأنبار اكبر محافظات العراق، فتحتاج الى وقت حتى تعيد نفسها مثل ما نقول، بس الحمد لله والشكر فترة كلش قصيرة قدرنا نعيد اكثر المشاريع الخدمية محافظة الأنبار، وخصوصا مشاريع المجاري، لان احنا فصل الشتاء والأمطار، ويعني كانت المجاري يعني منتهية، خصوصا بعد العمليات العسكرية اللي حدثت بها ومواجهة داعش اللي صارت داخل محافظة الأنبار. المواطنون لم يتلمسوا تغييرا بالناحية الخدمية في المحافظة، بل على العكس ازداد الوضع سوءا، مناشدين مجلس المحافظة لسحب مياه الأمطار التي سجنتهم داخل بيوتهم. احنا اهالي الرمادي منطقتنا خلف المحكمة، يعني اشوف كل ما تمطر الدنيا نطوف جهاننا مدارس، ما نقدر احنا لا يطلعون لا يجون لا يروحون، واحنا خلف المجمع الحكومي نطالب السيد المحافظ من رمادي المحترم ان يشوف لنا تشاره بهذا المي، يشوف لنا تشاره بهذه المجاري. احنا المنطقه مثل قريبه على المنكوبه، يعني مي كهرباء ضعيفه حيل عندنا، نطالبهم احنا نطلب احنا من دائره البلديه بس يجون يسحبون هالمي، خلون جيراننا يطلعون مدارسهم، والله متأذين حيل متأذين، شوفت عينكم وشوفوا انتم تصوير شوفوا هالمحافظة مالتنا. نطالب من المسؤولين واعضاء المجلس ومحافظ تبريد هالشوارع، يعني حكومة كبر حرضة صابوري، لا مجاري لا خدمات، ها شوف الطلاب مثل ما الشاهد، الطلاب يجون المدرسة كل الطين، يعني تصوروا نروح بتاكسيات، يعني من المدرسة بهذا البيت نروح من هنا بتاكسي، ماكو يعني ما حد لا مسؤول لا ولا مسؤول يجي لا محافظ يجي، ما حد شاف الشارع هذا، يعني من الله خلقنا هذا تبليد كله كذب كذب، ما شفنا كل شيء من عندهم، من اعضاء المجلس من البرلمان من الحكومة كلها يعني عامة. المواطن يستغيث والمسؤول يدافع عن إنجازاته الغير موجودة على أرض الواقع، ونتساءل إن كانت المشاريع مفعلة في المحافظة فكيف غرقت جميعها دون استثناء، وأين الإنجازات التي نسمع عنها فقط في تصريحات المسؤول. إنها دعوة لمجلس محافظة الأنبار لمتابعة المشاريع الخدمية، فالمواطن سائم الوعود وما عاد يحتمل.